يا مرحبا. مرحبتين. أهلا وسهلا. أتربتنا اليوم. الله يبارك فيك. مرحبتين بك. شكرا لك. الموسيقار والمؤلف الموسيقي والملحن الفنان عبد السلام القرداب، مرحبتين بك معنا في برنامج اكسترا فن. اهلا وسهلا بك رويده، وسعدني اللقاء بك وهذا البرنامج الرائع اللي يهتم بالفنانين، ومشكور على الدعوه الجميله. بدايه شكرا لك على قبولك الدعوه بكل رحابه صدر، فتحياتنا لك واليوم انستنا. الله يخليك. واطرب ما سمعنا. الله يخليك، هذا من ذوقك. عبد السلام القرداب دائما خلف الكاميرا، ليش؟ إن هي بحكم من التخصص، يعني بتكون دائما خلف الكاميرا، احنا نقوله في الكواليس يعني بالاحرى، يعني في الكواليس، يعني احنا بنقدمه في عمل، وفي غيرنا تخصص اخر بيغني والثاني بيعزفه، احنا مهمتنا نقدم العمل وغيرنا يكمل المشوار يعني. بس حتى ظهورك الإعلامي في وسائل الإعلام أو على السوشيال ميديا قليل، ليش؟ والله نظراً ممكن لي شوية هيك، ما فيش الحركة واقفة الفنية، طالما لو في عطاء لو في أعمال نكون دائماً في البرامج هذه، يعني ما دام في ركود إحنا بنكون راكضين معه. يعني عبد السلام القرداب معروف بصراحتك، ممكن تكون صراحتك سبب مشاكل ليك؟ جداً. من أي ناحية؟ والله دائما احنا عادة العرب بصفة عامة نتحاشوا في الصراحة شوي، يعني بالذات النقد، يعني النقد البناء، وليس يعني تكون صريح، مش انك تكون في تعيب في غيرك، يعني تكون صريح انك انت تقول في شيء واقع، شيء يعني تشوف فيه عينك ومش تسمع فيه ودنك، يعني هي هذه الصراحة، انك انت تقول في شيء واقع يعني فقط. حتى مع الفنانين تسبب لك صراحتك في مشاكل؟ بعض الأحيان يعني إذا كان يعني الفنان ما صرحتاش يبقى أو جملتها نبدأ يعني ما شن قدمت يعني. معروف بالانتقاد البناء عبد السلام القرداب. نعم. الشيء هذا تشوف فيه كويس ليك ولغيرك، ولا مرات تحسه يضايقك وتتهرب منه؟ والله هو يعني ما مش في كل الأحيان تكون أنت يعني تنقد أي شخص، في اللي تعرفه شخصيا إنه ما يتقبلش النقد يعني، فتتحفظ بالنقد هذا لنفسك، لكن في حالة إذا كان هو صديق وزميل يعني وقصدك في استشارة، يعني بتكلمه بكل ما هو صراحة، ويكون بينك وبينه فقط، يعني ما يكونش في ثالث ما بيناتنا باش تقعد الأشياء بيننا يعني. صفة تحبها في نفسك؟ والله قد تكون مثلاً التواضع يعني، من شيمة الرجال والفنان والإنسان بصفة عامة التواضع، إذا كنت متواضع حتكون إنسان يعني تحبك الناس وراضي على نفسك يعني. مؤمن بمقولة الغرور مدفنة أو مقبرة العظماء. جدا جدا جدا. والصفة اللي ما تحبهاش في نفسك؟ اللي ما نحبهاش في نفسي إني أنا كتوم شوية نوعا ما، إني أنا بعض الأشياء اللي توجعني دائما الأغلبية ندس فيها في نفسي باش ما نوجعش غيري يعني. يعني الكتمان؟ يعني في مش في أغلب الأحيان، ولكن في اللي نعزها نتحفظ في أشياء من عندي بحيث إني في الوجع. بالضبط. بس مش في الصراحة. لا طبعا لا، لأنه مرات الكتمان لما تدس شيء على شخص عزيز عليك أو شيء يبدأ بيفيده مش تصارحه حتى لو كان يوجع. لا، الشيء لما يمسني أنا شخصيا، لكن نشوفه في عيب مع شخص ثاني ننقضه طول، لكن معيني مرات نفوت تتغاضى عنها. نفوت له مرة مسامح مرة واحدة، لكن بطبع قلبك أبيض. إن الغلط هو مش إن إحنا نغلط، الغلط لما نكرر الغلط يعني سامح. بالتأكيد جداً.